السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اتمنى تكونوا بخير الصحه والعافيه والكرم. بتسلم عليك يا الخير يا الكرم، نوريني مشرفيني على قناتي وقناتكم صافي سي في. فيديو النهارده زي ما شايفين على لعبه ماس افكت 4 اندروميدا. اللعبه دي ناس كتير جدا كانوا مستنيين هي تخرج، والحمد لله رب العالمين خرجت. هو ده اللي مش قادر اصدقه، اللعبه بجد تحفه. على العموم حابب اقول لكم حاجه بسيطه جدا قبل ما نبتدي الفيديو، ما تنسيش تخبط لي في اجمد واحلى لايك من عندك انت يا شقي، والله العظيم كم مره لايك بتاعك بجد بيفرق. قبل ما تبدا الفيديو عادي انزل كده تحت، ده علشان انا مش عشان خاطر الفيديو، اوكي؟ سيبك من الفيديو، سيبك من اللعبه، سيبك من اي حاجه، اللايك ده علشان خاطر اخوك صبري حبيبك، اوكي؟ فانزل سيب لي لايك على الفيديو ده دلوقتي واشترك لو انت مش مشترك، تنورني وتشرفني عندي في الشانل. حابب اقول لكم حاجه بسيطه جدا، لو حابب انك تشتري اللعبه دي هتلاقي موقع جيمز ديل عارضها بارخص سعر ليها موجود في الماركت كله، وارخص حتى كمان من جيتو ايه. لو مش مصدقني هتلاقي اللينك في الفيديو ديسكريبشن. ادي حاجه. الحاجه الثانيه ما تنساش تستخدم كود سابريس تي في عشان تاخد خصم. يلا بينا نتفرج على الفيديو مع بعض. ايه ده؟ انا صاحي بعد 600 سنة؟ ليه؟ انا كنت واكل فسيخ ولا ايه؟ انا كنت واكل فسيخ اصحى بعد 600 سنة؟ والله طب انا كنت ظابط المنبه على 750 سنة، صحتوني بدري ليه؟ ايه مديحة؟ ما تلعبيش في وشي كده، ما تحسسيش عليا كتير عشان انا بتعب يا مديحة. اه والله العظيم ما يصحش كده. بس شوف انا، بص انا شكلي برنس، انا اللي عامل الديزاين ده يعني الكاركتر، بس انا مش قادر افهمه. بنت مديحة دي لونها ازرق، يا ترى انا عندها ازرق برضه؟ ما تفهمنيش غلط، انا اقصد على اصبعي كلاس صغير. يا جماعه نسيت اقول لكم على حاجه في اللعبه دي، ان انت على حسب اختيارك، على حسب ما بتكون شخصيتك وعلاقتك مع الناس، في رد بيبقى عاطفي، رد تاني بيبقى عقلاني، ورد كاجوال عادي يعني، ورد تاني بروفيشنال. فخلي بالك وانت بتختار، تختار كويس جدا علشان بتبني علاقتك مع الناس على حسب ردك وعلى حسب شخصيتك برضه بتبني. بس خلينا نرجع لموضوعنا، انتوا صحيتوني ليه بعد 600 سنه؟ ما تقوليش يا مديحه عشان اروح اجيب لك لبن. ها؟ عشان لو انت عايز اروح اجيب لك لبن هزعل منك وازعلك. انا اللبن عندي وفير والحمد لله. لا بس انت جامده جامده مديحه والله. ايه ده؟ ده طلع ابويا. وانا اقول برضه شبهي ليه؟ ودش راجل شبهي. ايوه اهو هو ده ابويا على اليمين. بس بتزعل ايه يا بابا؟ يا بابا لما اقصد في الكلمه انت شعرك اسود وشعر ابيض، انت سابغ ولا ايه؟ بابا احلى هرشين اللي فيها، شكلك سابق والله العظيم. هو اللي ماما عايزين اكشن بقى، نعمل ايه ده؟ ينفع نعمل سكان؟ طب نعمل سكان البيت دي نشوفها لابسه كلوت ولا لا؟ هوبا يا لهوي، فوزيه طلعت مش لابسه كلوت. انا هفضح امك يا فوزيه. ده في ناس ثانيه هنا اهو. لا دول رجاله، بلاش نعمل لهم سكان عشان ما حدش يفتكرنا شاذ ولا حاجه. ادينا راكبين الميكروباص الفضائي اهو عشان نروح نجيب لمديحه لبن من الكوكب اللي جنبينا. والله العظيم قلت لها انا عندي اللبن بتاعي حلو، خلاص دي يعني عشان انا عندي شركه البان ما حدش فهمني غلط. قالت لي لا انا عايزه لبن نص دسم، وانا عندي لبن بصراحه مليان دسم. ملك شك يا لهوي، الله يخرب بيت المجازة، اقصد يعني الله يخرب بيت مديحة على ابو ام اللي عايز يلعب مع مديحة. اه الميكروباص عطل اهو. ايه ده؟ يا لهوي يا لهوي، ايه يا عم؟ تعالى يا عم احنا لا والله العظيم تعالى بس اقول لك. يا لهوي الله يخرب بيت ام مديحه، والله العظيم انا من ساعه ما شفتها وقلت عليها فقر، هتودينا ب 60,000 داهيه. طب مفيش باراشوت؟ البتاعه دي ما فيهاش باراشوت. ايوه اهي. لا لا شغل شد الباراشوت. يا دين امي، اهي بص بتاعك كسرت. الله يخرب بيت ام مديحه دي اللي جايبه لنا الفقر. ايه ده بقى؟ ده هو احنا لقينا المركبه اللي واقعه اهي. انت ايه ده؟ في ايه ده؟ في ايه؟ اوبا فضائيين؟ لا فضائيين احنا من العابدين. واسع على احنا، بص نديهم اتنين هيت شوت ونهزمهم على طبق شكري كشري. شكري نهزمهم على طبق كشري بس يكون مسموم علشان ياكلوا كشري ويرجعوا. ماشي خلينا بس نقدم شويه نضرب عليهم ولا نستنى؟ شكلهم والله العظيم هيعملوا معانا الجلاشه. نضرب اهو شوت. لا 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 شوت ايه؟ لا تعالى هنا. اوبا يعني كويس ان انا قلت له لما تضرب، لما يقربوا عليك تضرب بقى. لا لا والله العظيم بس هيتخانق. اوبا يا لبي. أوه. ايوه كده. انا نسيت اقول لكم على حاجه يا جماعه، ان انا اخترت الشخصيه بتاعتي في حاجه بتستخدم زي الكتريك شوك، يعني بتعمل كده زي نوع من الكهرباء. كل شخصيه ليها الابيليتي بتاعها، بيتر سيفد اند سوري طبعا اكيد. اوكي كل واحد ليها واحده بتعمل شيلد، واحده بتضرب كهرباء، وفي طبعا حاجات كتيره جدا. انا معايا السنايبر بس عايزين، بس هم دلوقتي كلهم ملمومين علينا، عايزين نشوف هينزلوا من ارك خرم من ام السفينه دي. ايوه فين فين؟ هم نزلوا من ورا اهو، محدش فهمني غلط. ما
فاتحه يعني مش خربه اهو فورمه فاتحه كل واحد تقريبا لما بضرب في صدرهم ما بيحصلهمش حاجه لازم اضرب في راسهم ايوه كده اوكي معلش يا جماعه اعذروني انا بلعب بالدراع اوكي فتلاقيني مركز شويه وبحاول اضرب عليهم بالسنايبر وانا طبعا انتوا عارفين ان خروف السنايبر بس ايش طيب جت معايا كفته اهي ايوه ايوه في راسك بقى يا معلم هما فين اوكي لا بس اللعبه بجد يا جماعه فيها كميه اكشن الجرافيك بتاعها عالي جدا انا بلعبها على الكمبيوتر وبصراحه لعبه روعه جميله جدا كلها اكشن بطريقه غير طبيعيه يعني انا يعني فيها اكشن اكتر من ماس افكت 3 لو الناس كانت لعبت ماس افكت 3 لو انت متابع القصه فيها فيها اكشن اكتر بكتير وانا لسه بادئ يعتبر ايوه هيد شوت اوكي يلا خلينا نخلص عليهم واحد واحد يلا اطلع بس انت بس اقول لك هوبا هيد شوت اوكي الاخير ده اوكي جميل يا ربي انا في جماعه فاضل لي تف واموت ربنا يستر خلينا نكهربه كده ثانيه واحده بس نضرب الواد ده الاول وخلينا نكهرب ده اوكي يلا ايوه كده اوكي لما ضربناه شلنا الشيلد دي يا لهوي مش الرد دلوقتي على مهلك بس خليني اضربه وهو بيجري جت في الرجوع ده التاني بس كده مصلحه برضه بس كده احنا كده خلصنا عليهم يس هو شكله زعلان كده ليه ايه يا عم لا التاني ما زاد ده بقى يا لهوي ده معانا واحد اتصاب ده ايه الكهرباء دي اوكي هم الناس اللي على الكوكب دول بيقدروا يتحكموا في الجو يا بنت اللعيبه الناس اللي على الكوكب دول بيقدروا يتحكموا في الجو وهم دول وقعوا الميكروباص قصدي الطياره اللي احنا كنا راكبينها ايه يا بابا انت عمال بتخاطب بقالك ساعتين هتعمل ايه بابا حاطط قنابل في كل حته بابا في اللعبه مش بابا حقوق حقيقي انا بابا لو كان كده والله العظيم كنا خربناها بس بابا طلع صايع شفت فجر الكهرباء وانا عايزين نشوف هم بيدوروا علينا دلوقتي هم فين اوكي ده تقريبا المخلوق ده الفضائي اسمه ابن الحزينه لو تلاحظوا مكشر شويه جرايه ابن الحزينه في ايه اوكي يلا بقى نمشي ورا بابا نشوف هو هيودينا بس يا رب بس ما يلبسنا في الحيط اقسم بالله انا اقول لماما ماليش فيه يا لهوي لا بجد المره دي ما بتهركش دول ملمين عينه هم كتير قوي ايه يا بابا ولا محدش يضرب على ابويا انا الله يخرب بيت ام مديحه والله العظيم انا كل ما افتكرها اقول هي بنت المؤذيه اللي جابتني هنا علشان على على علشان نجيب لبن كانت تاخد اللبن كامل الدسم لازم يعني اوبا لهوي خلينا بس نتحرك زي ما شايفين هي اللعبه يعني الكاركتر بتاعنا شبه نفس الكاركتر اللي شويه بتاع كول اوف ديوتي مش بتكلم في الشكل انا اقصد الاكزو سوت تقدر تعمل عندك دبل جامب زي ما شايفين دلوقتي وتقدر تعمل تحرك يمين وشمال كده اهو زي ما انا بوريكم دلوقتي عشان تقدر يعني ايه تتفادى الضربات بس الحلو فيها اللي هي طبعا السبيشال ابيليتي زي برضو كول اوف ديوتي يعني مش شبه كول اوف ديوتي بس ثيرد بيرسون استنى خلينا ندخل عليه وندي له حته ميلي كده اوكي اولا اوكي بس الميلي جامد قوي شفته لا 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 على وضعه اللعيب حته اكشن ومعانا تيم دلوقتي كامل بدل ما انا بلعب لوحدي عشان قلق انت إيه بتضرب عليا يا اخ يا متخلف اقصد كنت اقول كلمه بصراحه وكان اوبا لا لا ايه ده تعال هنا استنى بس كده انت هتلم عليا ولا ايه ولا اطلع بس طلع راسك طلع راسك اقول لك على حاجه ايوه كده بس كده مش عارف انا ايه الحاجات الخطر ده بقدونس ده ولا ايه والله مش عارف انا بضرب عليهم طلق مش بضرب عليهم اي حاجه تانية بيطلعوا بقدونس اوكي ثانيه كده اوبا البنت ضربته ضربه جامده جدا خلينا احنا نضربه نفس الضربه برده ونخلص عليه يا لهوي جامده قوي الحته دي انا اقدر امر الناس اللي معايا كل واحد ياخد له بوزيشن معين اوكي والله جامده قوي كل واحد ياخد له بوزيشن معين بحيث ان احنا ايه نقدر نحمي نفسينا بدل ما كلهم يبقوا ملمومين اقدر اقول لهم يهاجموا يدافعوا كل واحد ياخد له بوزيشن معين عشان نقدر نحمي نفسينا اوكي احنا دلوقتي محتاج ان احنا نحمي ابويا احمي بابا احمي الحاج ايه من الالينز يمين وشمال عقبال ما يخلص ويعمل يفتح ام الباب بس وحياة ابوك يا بابا شاهل بقى عشان ايه مش ناقصها قرف بقى طب تعالى احنا بس نحاول بقى نحمي و... نضرب معاهم ايوه هيد شوت يا لهوي يا لهوي على الفجر ده مديحة لو شافتني دلوقتي هتقول لي تعالى تعالى في حضني يا حبيب قلبي يا صبري ده انا هتكلم علشانك بس برضو اللي مش قادر افهمه البنت مديحة ازرق صباع الصغير لونه ازرق يا ول يعني صباع الصغير نفس الصباع الصغير اللي موجود عند كل البنات ولا ليه شكل مختلف علشان انتوا عارفين احنا بنخاف اوبا كام البحر اهو اوبا كهرب امه عاش
اوكي بس ادينا طلقه في تيزو خلصنا منه يلا هيد شوت. بص احنا مقضينا هيد شوتات ايه بالهبل. بنت مديحة جي بس كانت بصراحه جامده. هي فضائيه بس يعني بصراحه اللي عنده فضائيين يلمهم بصراحه. ايوه مش شاغلين هيد شوت. اللهم صل على النبي زي الفل. الراجل ده بنديله هيد شوت بس برضه ما بيحصلوش حاجه. اطلع بقى اطلع بقى. اوكي ابويا كل ده بيفتح فم الباب. ايه يا عم الحاج في ايه؟ ايه في انت كبرت ولا ايه؟ ما تخلص والله يعني. بس خلي الواد ينزل هنا اهو. ايوه بس كده اوكي تمام. يا لهوي هم كده خلاص خلصوا؟ اوكي ماشي خلاص احنا كده امننا الباب وهنروح نفتحه بنفسينا دلوقتي. نفتح بقى ونشوف فيه ايه جوه. ايوه يا لهوي ايه ده. وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنساش تسيب لي احلى واكرم لايك زي ما اتفقنا علشان خاطري انا. اوكي لو انت مش مشترك تشترك تنورني وتشرفني. اكون من اسعد الناس انك تنضم لعيله صبيتوس. بس كده اسيبكم على خير واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.